5 ونص من قسم الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري، وتشاهدون في أبرز عناوينه: حملة نظافة تستهدف شواطئ جزيرة جربة في حركة تطوعية لحسن استقبال المصطفين من التونسيين والأجانب. القيروان بئر بروطة بالمدينة العتيقة معلم تاريخي ضارب في القدم يستهوي الزوار رغم غياب التهيئة والصيانة. باقة من أشهر أغاني فنان الموسيقى السيمفونية بافاروتي في السهرة الافتتاحية لمهرجان الجم الدولي بحضور جماهيري لافت. مرحبا مجددا. في إطار حملة جربة نظيفة شهد شاطئ جمور بالجزيرة حملة نظافة شارك فيها عدد من الشباب المتطوع حتى تكون جربة وجهة المصطفين للاستمتاع بجمال شواطئها ونسيمها العليل. مجموعة من الشباب المتطوع بجربة اختار التوجه إلى شاطئ سيدي جمور بالجزيرة. شباب وأطفال شاركوا في تنظيف الشاطئ وإزالة أكثر ما يمكن من النفايات. نوصلوا مساج للناس الكل، لازم نطيشوا الزبلة والمجاة وكل شيء، لازم نحترموا زادة الناس اللي تنظف. نظف البحر خاطر السكة، خاطر الناس يجوا لهنا ما يلقوا وين يقعدوا. حاولنا ننظفوا، حاولنا زادة نوعوا الناس. معنا حملة نظافة ونوع وزوز كل خاطر نجل الجزيرة بتنظاف، نعملوا زادة شهر للسياح. الحملة بهذا الشاطئ تأتي في إطار عمل جمعية المتطوع بالجزيرة لتنظيف شواطئها، فهذا المكان يستقطب العديد من المصطفين من جربة وخارجها في فصل الصيف، كما أن التوعية والتحسيس بالنظافة قبل موعد الاصطياف لاستمتاع بجمال الشاطئ أمر ضروري حسب منظميه. فما قبال كبير بلوز اون بلوس، وخاصة يجيوه من اون جربة يجيو يصيفوا برشا من هنا، فهمتني؟ قاعد سيون بلاس سوفاج، احنا ماذا بينا تتقنن وتولي اوفيسيالمون بلاس بيبليك. اللي احنا نكونوا موجودين بالاكياس نتاعنا والخدامة ونكونوا موجودين معاهم ونحاولوا ننظفوا، في نفس الوقت هي عملية توعوية أكثر منها نظافة حتى للعباد المصطفى معناتها، ويشوفوا اللي ثم مؤسسات وثم عباد تخدم، وإن شاء الله يقعد الشاطئ ديما نظيف إن شاء الله. نظافة الشاطئ مسؤولية كل مصطف حتى يتمتع بجمال البحر وصفاء مياهه. انطلقت اليوم في ولاية مدنين عملية إتمام إجراءات السفر نحو البقاع المقدسة لقرابة 400 حاج بعد القيام بعملية تسجيل والترشح وفرز القائمات وصدورها. إجراءات تأتي وسط تشكيات الحجاج من ارتفاع التسعير المحددة للحج هذا العام. العم الطاهر واحد ممن قدموا لاستكمال إجراءات الحج مع انطلاق عمل الشباك الموحد بمدنين. زيارة العمر، وإن شاء الله يا رب يوفق جميع أخواننا المسلمين وكل في مشارق الأرض ومغاربها. مشينا صرفنا وتوي كنستناو فيهم يناديونا باش ندفعوا حق الحج إن شاء الله وحق التذكرة تذكرة والحمد لله. بالنسبة لليوم ما عندنا 129 حاج مع تمدية مدينة الجنوبية والشمالية وسيدي مخلوف وبين خداش، وهذا الإجراءات هي تيسيرا وتسهيلا على السادة الحجيج باش يتم كل الإجراءات من شركة الإقامات والبنوك والبريد والشؤون الدينية. أجواء تسجيل حاجج أربع معتمديات من ولاية مدنين لم تغفلهم عن تذمرهم من ارتفاع التسعيرة المحددة لحج هذا الموسم، ووزير الشؤون الدينية يرد على هذا الجانب أثناء مواكبته لسير عملية إجراءات الحج بالمركب الثقافي بمدنين. أولا ساعة تكليف تاع شركة الخدمات وبالنسبة للخطوط التونسية فما تكاليف نزلت لها زادها هي، ثم سعر الدينار اللي هو في تراجع وتراجع بنسبة كبيرة. ما يعجبش هذا، الدولة بذلت مجهود، أنا قلت لهم هذا مجهود الشركات، هو مجهود الدولة في الحقيقة، وراو تعرف عندنا برشا حاجات في المعطيات ما دخلناهمش في الحسبة هذه. ناخذ وزارة الشؤون الدينية، نحن نحضروا مطويات، نحضروا كتيبات للمرجين وللحجيج. وأكد وزير الشؤون الدينية أنه تم التحضير لموسم الحج لهذا العام كما ينبغي، وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المتدخلة لتأمين سيره في أحسن الظروف. البعثة الكاملة اللي تمشي مع الحجيج بتاعنا هي 430، هذه تشمل جميع المرجين الدينيين، تشمل الوفد الصحي، تشمل المرافقين تاع شركة خدمات، تشمل الخطوط التونسية.
رغم كل الظروف التي قد تحيط بسير موسم الحج منذ الإجراءات وحتى استكمال كل شعائره، فإن فرحة الحاج بزيارة بيت الله لا توصف، فحج مقبول لكل الحاجج الميامين. التلميذة نرمين جبلة التونسية تدرس بباريس تحصلت على أعلى معدل في امتحان البكالوريا. تتويج تونسي نوعي في الدراسة لنرمين ولتونس لتكون نموذج التلميذة المتألقة، واختارت العودة إلى مسقط رأسها سوسة للاحتفال بهذا النجاح الباهر وسط عائلتها الموسعة. نرمين جبلة التونسية أصيلة ولاية سوسة هي تلميذة تقيم مع عائلتها وتدرس بالعاصمة الفرنسية باريس. نرمين تحصلت على أعلى معدل بشعبة العلوم في البكالوريا. عملت الباك الحق قريت خدمت ريغولييرمون مش كان الاكزامان معناتها على العام الكل فيت كل شيء ولا الحمد لله. نمشيو نشوفوا لي ريزولتا في الليسي ديريكتومون مش يجيونا بير اس ام اس دونك اني مع صحابي وقتها ومع ماما وبابا كي شفنا المعدل ولا ياسر فرحنا الكل وفرحوا لي صحابي وماما بكيت ماما بكيت ولا بروفيتي زادة فرحوا لي ولا احنا كنا نستناو في المونسيون تري بيان مي المعدل هذا لا. نرمين عادت الى تونس محمله بالتفوق والتميز لتعيش الفرحه مع جيرانها وعائلتها الموسعه. من اللي هي صغيرة الحقيقة متميزة، هي دايوغ في التليت بها لهوة خاصة أكثر من أخواتها الحقيقة، معناها واحد باش بي اللي تخافيوز تخدم تحب القراية سبحان الله، والحمد لله الحمد لله تفوقت والحمد لله الحمد لله هبة من الله. وحنا نديم الخدمة تجيب دونك هي بار ديفينيسيون خدامة وتحب القراية أمنيتها ديما تكون متفوقة. أنهت مسيرتها الثانوية بأحسن معدل يخول لها ولوج عالم الطب، الحلم الذي طالما راودها منذ الصغر. أني معناتها أصل تونسية بالحق، عايشة في فرنسا وعايشة في باريس، أما ديما تونس في قلبي وديما معناتها نحب تونس معناتها فهمت كيفاش. ولا إن شاء الله نولي طبيبة هذاك سيمو غيف. هي تونسية من بين التلاميذ التونسيين المقيمين في أوروبا الذين تحصلوا على نسب مرتفعة في شهادة البكالوريا فأصبحوا الأوائل على فرنسا وسويسرا. ألف مبروك لنرمين وإلى عاصمة الأغالب القيروان في زيارة إلى المدينة العتيقة وتحديدا بير بروتا. هذا المعلم الأثري لا يزال يستقطب الزوار من كل أماكن العالم لرمزيته في ظل غياب لعمليات الصيانة والترميم. هو معلم تاريخي يقع داخل المدينة العتيقة بالقيروان وارتبطت به الأساطير، لكن ثابت أنه تأسس في القرن الثامن ميلادي وهو اليوم مزار لآلاف البشر من كامل أصقاع العالم. إنه بئر بروت، معلم أثري ومعلم أثري مهم برشا، ونعرف احنا القيروان كلها معلم أثري لأنه فما أماكن محبوبة ومعروفة لابد من الزوار، الناس كل جيت تحب تتصور مع الجمل، وبخلاف هذايا الجمل بروتة ثم علاقة كبيرة بينه وبين الزوار متاعه. لا يخلو المكان من الزائرين الذين يأتون لشرب الماء والالتقاط بعض الصور التذكارية، وهناك من يرى أن البئر مبارك وفيه شفاء ودواء. أني جيت ما تعدي من هنا حبيت نطلع على البلاد العربية، وليت زميلي قال لي نطلع نتفرج على بروتة. قروان كل ما جي نتعدى لازم البروتة في المدينة نعمل شربة، تعرف يعني قيمة بروتة وقد عندها معناها من رمزية، يعني بروتة بالنسبة لولاية القروان فبني في حبة ذا دي ما نسعوا باش نحاولوا نجدد التراث نتاعنا هذا ونسعوا انه باش ما يندثرش. يعني من اللي نعرف روحي صغيره كل ما نهبط القروين جيني قولوا نزوروا هكا نشربوا شريب الماء نقعدوا شوي نرتاحوا ونروح، ما نقعد هكا شوي نجي مره نقعد نريها برشا برشا لعبي نصلي على النبي. بطول البلاد نحن نسكنوا هنا ديما نشربوا الماء نفطروا هنا وكاو كجمال الرو كيفاش يمشي وثمان ياس يقول لك معناها به معناها نزورها للبركه وكاو.
في سنوات خلت كانت مياه بئر بروتة متاحة للجميع، حيث تسيل المياه في أحواض خارج المبنى، لكنها توقفت فجأة ولم تعد تنبض بالحياة. هي رحلة خاصة لقطار الجمة أقلت المسافر الجمهور لمواكبة عرض افتتاح المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجمة، سفرة كان عنوانها الكبير التفرد والخصوصية من خلال عشاق هذه الموسيقى ورمزية مسرح الجمة. هي سفرة خاصة على متن قطار الجم القادم من تونس قبل حوالي ساعة من انطلاق حفل افتتاح المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، مقلا أفواج الجماهير لمواكبة عرض الافتتاح. مهرجان الجم السنة يحتفي بالمشروع المركز الثقافي الجبلي بالسمامة مع مؤسسة رنبور، يعني المداخيل نتاع مهرجان الجمة السنة لدعم مشروع المركز الثقافي الجبلي بسمامة اللي أنا من المشرفين عليه، والتحية للجم من جبال القصرين الصامدة، يعني حضورنا اليوم احنا اليوم باش نحتفلوا مع الجم بهذه الملحمة. نبدأ كل ما بعضنا وعاملين جو ونحكي وما نفيقوش بالثنية، ومن بعد سورتو لو روتور وما نتبادلوا معناها شنو لي زافي ما بيناتنا. قص كل عام عملوا البركة ما حضرتش الجم. هالامبيونس والجاية في التران والعباد تبدا ملمومة، سي تري انتيريسون افوار افيفر اوسي. زيد شنو اللي شدك في سهرات الجم والمهرجان نتاع الموسيقى السيمفونية وخليك تجي من تونس؟ والله الكاليتي نتاع الموسيقى اللي تبدا موجودة، حاجة تخرجنا من الموجود كل يوم ونسمع موسيقى حاجة جديدة وفن راقي. سفرة على غير العادة تحمل مسافرين من نوع خاص ممن يتذوقون الموسيقى السيمفونية لم يتخلف عنها سفير فرنسا بتونس. Pour moi c'est une première, je suis venu souvent à الجم. Qu'un des plus beaux endroits du monde. Vraiment, ça mériterait d'être visité par tous les touristes du monde entier. C'est le plus bel amphithéâtre du monde, mais j'adore les trains et j'adore la culture. Donc je suis très heureux parce que je suis venu avec le train de Tunis, là, avec tout le monde qui est là. Et puis je suis très heureux de pouvoir partager cette nuit. Il fait très beau, il est chaud, il y a les étoiles, la lune. أجواء خاصة يتقاسمها هؤلاء في رحلة الجم في موعد سنوي للاستمتاع والترفيه وتبادل الآراء حول عرض الافتتاح. إذن اختير عرض الافتتاح على الدورة 32 للمهرجان الدولي للجم لإحياء ذكرى أحد أهم مغني الأوبرا في العالم لوتشيانو بافاروتي، السهرة التي واكبها عدد كبير من الجمهور تحت أضواء هذا المسرح العريق قدمت باقة من أشهر أغاني بافاروتي بإمضاء أوركسترا الأوبرا الإيطالية. هو لوسيانو بافاروتي أحد أشهر رواد الموسيقى السيمفونية، يظهر على الشاشة العملاقة لركح حفل افتتاح المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم في دورته 32، دورة تحتفي ببافاروتي من خلال عرض تكريمي إيطالي. الجزء الأول من الحفل خصص لتكريم الفنان العالمي بافاروتي وسنقدم أشهر أغانيها. أما الجزء الثاني من الحفل فهو مهم أيضا وسنخصصه للأغاني الإيطالية. يعني عندي ديو باش نغنيه اليوم، يعني ثنائيه انا وسبخانو باش تشوفوها في البارتي الاولى دايوغ، وبعديك باش نرجع زيدا معاهم في الاخر. هي عظمة قصر الجم في مشهد استثنائي استقطب جمهورا غفيرا مسجلا بذلك أعلى نسبة إقبال. الأمبيانس، لا موسيقى، سي تو بيان. فاروتي إت أن أرتيست تري كونو، فهمتني، معروف معناها، ولهذا اسمه يجلب عدة ناس. أنا مغروبة بالموسيقى الكلاسيكية بصفة عامة، هوني معناتها أوماج أبافاروتي.
دورة أخرى من مهرجان الجم بمشاركة فنانين من إيطاليا وأوكرانيا وتركيا ومصر وتايوان تختتم في 12 من أوت القادم بعرض للأوركسترا سيمفونية التونسية المتكون من 60 عازفا. دائما مع أجواء المهرجانات وإلى المدينة السياحية الحمامات، أين انطلقت أمس فعاليات دورة 53 لمهرجان الحمامات الدولي بعرض الأوتدور أو ما يسمى بخارج الأسوار. هي عادة باتت من عادات المهرجان في إطار انفتاحه على محيطه الخارجي. بهذا الكرنفال الاستعراضي انطلقت ليلة أمس بمدينة الحمامات الدورة 53 لمهرجان الحمامات الدولي، كرنفال يندرج ضمن فقرة الأوتدور أو خارج الأسوار والتي أصبحت عادة من عادات المهرجان في إطار انفتاحه على محيطه. والله الكرنفال هذايا حبينا هاللمة هذايا وهالناس تشوف شنو الانتاجات المسرحية والانتاجات الفنية الموجودة بجميع الأقطاب الثقافية في جهة، منها قربة، منها حمامات، نابل، بعض الجهات الأخرى. ضمت جمعيات مسرحية، جمعيات فنية وموسيقى، ضمت والحاجة المهمة جدا أنه كلهم صغيرات، كلهم صغيرات في العمر. والله شيء كبير وحاجة بي وحاجة حلوة ونتفرهدوا. تحية تونس وتحية الحمامات وولاد تونس الكل. وخارج أسوار الحصن الأثري قدمت فرقة سهادة ذو نتا الباتشورك السنغالية حفلا موسيقيا مجانيا متاحا للعموم. هذه المجموعة الموسيقية تحصلت في السنة الماضية على التانيث الذهبي ضمن فعاليات أيام قرطاج الموسيقية، وهم مسرورون للغاية بالعودة إلى تونس مرة أخرى لتقديم ألبومهم الجديد. نحبوا تونس ديما فرحانة، نحبوا الجو كما هكا، نحبوا الأمن والأمان. ديجا حلو ياسر، أول مرة حفلة كيما هكا في حياتي. سهرية هايلة على الآخر بصراحة، عمل جو طيارة. فعاليات الأوتدور ضمن مهرجان الحمامات الدولي انطلقت أمس لتتواصل إلى غاية 14 من هذا الشهر، وستشهد المدينة سهرات لأسماء عديدة من تونس وخارجها. إذن تونس المهرجانات آخر محطتنا لليوم مشاهدينا، ونذكركم بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين. حملة نظافة تستهدف شواطئ جزيرة جربة في حركة تطوعية لحسن استقبال المصطفين من التونسيين والأجانب. القيروان بئر بروطة بالمدينة العتيقة معلم تاريخي ضرب في القدم يستهوي الزوار رغم غياب التهيئة والصيانة. باقة من أشهر أغاني فنان الموسيقى السيمفونية بافاروتي في السهرة الافتتاحية لمهرجان الجم الدولي بحضور جماهيري لافت. ونشير مشاهدينا إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزا تيفي. نقطتين. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.